يلي بده يدق الباب رح يسمع منا الجواب يلي بده يدق الباب رح يسمع منا الجواب سيدنا موسى خط احمر رح نخفي صوت الارهاب يلي بده يدق الباب رح يسمع منا الجواب سيدنا موسى خط احمر رح نخفي صوت الارهاب الاعلام اللي همه الفتني حامل للارهاب كتاب عم يرمي شر ومستني من الشعب الغاضب لحساب الإعلام اللي همه الفتنة حامل للإرهاب كتاب عم يرمي شر ومستني من الشعب الغاضب لحساب يضربني سكين بقلبي وبعدها بيرمي علي عتاب يضربني سكين بقلبي وبعدها بيرمي علي عتاب لما صوت الثورة نلبي بيبكي إنه من انصاب يلي بده يدق الباب رح يسمع منا الجواب سيدنا موسى خط أحمر رح نخفي صوت الإرهاب أمل تقطع راس الأفعى جيوش الدنيا ما منهاب وأعلام الحركة مرتفعة وترفرف فوق الساحات أمل تقطع راس الأفعى جيوش الدنيا ما منهاب أعلام الحركة مرتفعة وبترفرف فوق الساحات كل فتنة الغدر جديد نسحب دمه من الوريد